تكون قاعد زهقان ومش طايق حالك، بتفوت لتتسلى شوي على الفيسبوك، انت عم تقلب بيطلع لك هيدا الشي، إلي داوود من التواليت. هلا قبل إلي داوود، بالنسبة لرملاء بدها تشلح عن راسها حرية شخصية، شي بينه وبين ربها ما حدا له معه، بس الطريقة غلط. يعني تطلع تعمل فيديو وأنا شلحت عن راسي، بيطلع كم واحد بينتقد وعادي بتقطع، بس عم بتغني وفيديو كليب وحدا بيجي بيشلحها عن راسها، مش ظابط. ما في يقول شاب شلحها عن راسه او زلمه شلحها عن راسه، لانه الي داوود مش معروف شو هو اصلا، ما بيعرف ليش عم بحكي هيك. بفوت على اليوتيوب يكتب الي داوود، بيشوف الكليبات تبعه وبيعرف ليش عم اقول هيك. مش معروف شو هو، ابدا مش معروف شو هو. يعني انا اول ما شفته اول شي فكرته مع هودي اللي مثلوا بمسلسل النبي يوسف، مش الخ ما هو هيدا التاني الشاب بيكون المكحل واقرع، عرفتوه؟ قال عم يحكي معنا، عملنا فيديو من الحمام لأنه هيدا مستوانا يا حبيبي. أول شي بس واحد بده يحكي مع التاني بيكون عم يفرجيه هو مستواه شو. يعني إذا بدي رد عليك أنا نص الطريقة لازم يكون واقف على جبل الزبالة ورد عليك، لأنه أنت عالم خرا أصلا بعد هالفيديو اللي عملته يا بلا أخلاق.